السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. أسأل الله أن يجعلني وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من عتقاء هذا الشهر الكريم من النار. الحلقة هذه عن عروض شركة الاتصالات في أمريكا اسمها AT&T. أبحث على الفروع حقتهم أو مكاتبهم أو على المكاتب حقتهم داخل محلات السامس كلاب في أمريكا. العرض هذا ممتاز جدا يا شباب، فشاهد الفيديو للآخر عشان تعرف العرض للآخر وتستفيد من هذا الشيء. أكثر الناس يكونوا موجودين على الشركات هنا على شكل جروبات، شخصين، ثلاثة، خمسة، ستة، عشرة وهكذا. فالأشخاص هنا بشكل أو عفوا بسجلوا على شكل جروبات للشرائح لهذه الشركات، سواء فيرايزون، AT&T أو غيرها من الشركات في أمريكا. العرض بتاع الـ AT&T لو معك شخص يدرس تمريض أو مجال طبي، يعني تمريض أو دينتال هاجين، هذه التخصصات، فبيعطوكم خصم 25%. أيضا لو في شخص معكم في الجيش الأمريكي يعطوكم الخصم 25%. العرض الأفضل حيكون إن شاء الله نهاية الفيديو، فخليك معايا لحد ما نكمل مع بعض. المعلومات كلها حتكون مفيدة لك. لو انت عندك جوال على شركة ثانية وراح تنقل على الـ AT&T عشان هذا العرض، هم بياخذوا منك جوالك وراح يتقصب على الدفعات اللي متبقية من جوالك الأول. هذا الشيء. الشرائح لو انتوا 4 أشخاص راح يعطوكم عرض بقيمة 135. إذا عندكم أحد في الجيش أو في التمريض راح تحصلوا على خصم 25%، يعني الباقه بتطلع لكم في حدود $100 أو أقل. هذا لو عندكم الخصم. إذا ما عندكم، ال4 أشخاص الرسوم الشهرية على الشرائح، على الشرائح فقط بتكون 135، هذا بدون خصم. لو أنتوا 6 أشخاص الدفعة الشهرية للشرائح حتكون $150. طبعا التغطية بتغطي كل الولايات المتحدة، كل الولايات التغطية موجودة لهذه الشركة. أيضا المدن الكبيرة بتكون التغوية فيها جدا كبيرة، الكنتر سايد التغوية فيها يعني معقولة، تركيزهم أكثر، هم التغطية القوية بتكون في المدن. هذا الشيء بتعرفوه لما تسجلوا عندهم. وكمان شوفوا التقييمات قبل ما تدخلوا على هذه الشركة عشان لا تقول الفاتح قال والفاتح سوى والفاتح ورطني. فشوفوا تقييمات العملاء يا شباب قبل أن تنقلوا معهم. الباغة unlimited، يعني الانترنت غير محدود، تحمل أي كمية من الفيديوهات أو تشاهد مسلسلات أو غيرها أو برامج دينية أو غيرها من البرامج. ف unlimited عندك الباغة. ندخل على العرض الأكبر عشان الفيديو ما يطغل عليكم يا شباب. في نفس هذا العرض اللي هي بالنسبة للشرائح 4 أشخاص 135، 6 أشخاص 150، الدفعات شهرية فقط على الشرائح ومدعوم فيها الانترنت، unlimited غير محدود، مدة العقد قد تتراوح من سنة أو إلى سنتين، فتأكدوا من هذا الشيء في مكاتبهم، تحصلوها في سامس كلاب أو في الأفرع الثانية. العرض هذا نفسه راح يعني ما راح أقول إنك حتنصدم منه، لكن معروف بالنسبة للناس اللي جلسوا في أمريكا فترة طويلة. لكن العرض هذا بيشمل أيضا استبدال الجوالات، يعني أي جوال عندك أنت شغال فيه راح يبدلوا لك، حيستلموا منك جوالك القديم راح يعطوك جوال جديد. لو عندك سامسونج راح يعطوك اللي هي سامسونج جالكسي، راح يأخذوا منك جوالك ويعطوك جالكسي S22، يعني آخر إصدار من السامسونج. إذا جوالك اللي هو آيفون راح يستلموا منك جوالك القديم ويعطوك آيفون 13 اللي هو آخر إصدار من الآيفون. هذا هو العرض اللي موجود حاليا. طبعا بالنسبة لي الجوال لو كان مكسور هم راح يعملوا تقييم على الكسر. أنا ما أدري إذا بتدفعوكم فرق أو لا، ما عندي معلومات عن هذا الشيء، لكن هم على حسب ما قالوا لي انه بيعملوا تقييم للكسر. اهم شيء ان جوالك بيكون شغال، يعني بيتصل. هذه هي الحاجات اللي اعرفها، انه يكون شغال تمام.
فلو كان ما شغال انت امشي لعندهم وخليه يعملوا لك تقييم او فحص كامل وبعدين يغروا لك انه يعطوك البغة حقتهم او انه حتدفع فرق عليها. ان شاء الله يا شباب الفيديو يكون افادكم، لو ما افادك انت حيفيد غيرك، فاعمل شير ادعمني باللايك وخلي غيركم يستفيدوا من هذا العرض الموجود على AT&T. بالتوفيق لك ان شاء الله. الفيديو القادم حيكون فيديو جدا مفيد على الناس اللي بتبحث على تذاكر الطيران الرخيصة. إن شاء الله هيكون الفيديو القادم عن هذه الحلقة، البحث على أرخص طيران لحول العالم. بالنسبة للجوالات يا شباب، الجوال بياخدوا منك جوالك القديم وبيعطوك جوال من عندهم جديد. لو عندك سامسونج جالكسي راح يعطوك سامسونج جالكسي S22، لو عندك آيفون راح ياخدوا منك حقك ويعطوك آيفون 13 اللي هو آخر إصدار موجود، بدون ما تدفع أي اقساط على هذه الجوالات، مجانا استبدال. هي عملية استبدال فقط لا غير. الدفعات الشهرية على الشرائح على الإنترنت 135 إذا أنتوا 4 أشخاص لجميع الأفراد وليس لكل شخص. 135 لكم جميعا الأربعة، أما إذا أنتوا 6 راح تدفع $150 لكم الـ6 أشخاص. بالتوفيق لك، في أمان الله. We'll be right back.